السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فن تاكتيك. علاقة اليوم حنتكلم فيها عن مواجهة كانت ممتازة جدا جدا بالنسبة للمريخ ضد الأهلي المصري. مواجهة كان فيها تقلبات، كان فيها مفاجآت، كان فيها عرض عالي جدا جدا بالنسبة للمريخ، ظهور متواضع جدا جدا بالنسبة للأهلي المصري. حنتكلم عنها في هذه الحلقة بشيء من التفصيل. حنتكلم عن حاجات كثير جدا. قبل ما نبدأ الحلقة، عجبتك انزل اعمل لايك للحلقة على طول، ولو دي اول لك زيارة للقناة انزل اشترك في القناة على طول وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. في البداية أنا حابب أقول حاجة مهمة جدا، إنه أنت كمشجع للكرة القدم السودانية، كمتابع، كمشجع للمريخ بشكل أخص، اليوم من حقك تفرح وتفخر بفريق بيقدم واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة. ذكرنا بمريخ 2015 و2017 والعروض الممتازة جدا. شخصية الفريق اللي يمكن على أرضه ما بيهزر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اليوم نحن شفنا فريق القرن، الفريق اللي هو آخر بطل لإفريقيا، ثالث العالم، بيظهر في مباراة كاد يمكن يطلع بفضيحة وبنتيجة ممكن تكون كان كارثية لولا بعض الحاجات البسيطة جدا حنتكلم عنها في هذه الحلقة. المريخ اليوم أبدع وأمتع وأقنع وأدى حتى جمهوره فكرة إنه الفريق حيكون كيف في الفترة الجاية، إذا كان في استقرار على مستوى الجهاز الفني وشوية الجهاز الإداري المفروض يكون في الفترة الجاية يكون أفضل من الجهاز الموجود حاليا. فبالتالي اليوم نحن حقيقي حقيقي انبسطنا وسعدنا جدا جدا بالأداء العالي جدا جدا اللي قدمه مدرب المريخ والجهاز الفني للمريخ في تجهيزه من اللاعبين، وحتى الكلام اللي قالوه كتصريحات قبل المباراة في إنه حفظوا الأهلي ودرسوا الأهلي لاعب لاعب، وقدموا فعلا قدامه واحدة من أهم أشواط المريخ في شوط أول كان للتاريخ. المباراة اليوم يا جماعة مش السؤال تسأل أنت ليه ما فزت مع أنه انتهت هي تعادل، أنت السؤال المفروض تسأله ليه النتيجة ما بقت تاريخية للمريخ. لأنه لما نتكلم عن المباراة بشكل عام وفرص المباراة وأداء المريخ ونتيجة المباراة بتحس أنه في فروقات كبيرة جدا بين الشيء اللي حصل وبين الشيء اللي انتهت عليه المباراة. المريخ كان في إمكانه يسجل 5 أهداف محققة في هذه المباراة، محققة. الأهلي كان غايب تماما. الأهلي أعتقد أنه من خلال واحدة من المباريات اللي ممكن تحسب على موسيماني في أنه دخل الجيم وهو مفهم لاعبينه حتى من خلال تصريح الشناوي أنه أنتوا بتفكروا في صدارة المجموعة مع سيمبا أو من سيمبا في المباراة الأخيرة، بحكم أنه نحن المريخ ما مهتمين به كثير على قدر الكلام أو على الكلام اللي اتقال في الإعلام قبل كده من الإعلام المصري من بعض الصحفيين اللي أعتقد ما عندهم بعد نظر في إنه المريخ كفريق قالوا ده كيف خش أصلاً أبطال أفريقيا. فالمريخ اليوم رد ورد عن كل الشعب السوداني ورد عن جمهور المريخ. فبالتالي التصريحات اللي كانت من الشناوي في إنه إحنا كفريق عايزين نشوف صدارة المجموعة والأهلي بيصعد متصدر، لا، الليل الأهلي كان ممكن يطلع بفضيحة زي ما قبل كده كان بيطلع باك العادة. أنا بتكلم اليوم عن في الأراضي السودانية، دائما أنت كفريق مهما كانت الفروقات كبعد تاريخ كعمق تاريخ عفوا وكأفضلية وكنتائج وكنقاط حالية في المجموعة وكموقع وكصدارة وكغير وكل شيء، مهما كانت الأفضلية بالنسبة لك أنت كفريق بتلعب على أرضك، لما تكون مترتب صح أنت ما في زول بيقدر يغلبك ولا في زول أصلا بيلعب معك ولا في زول بيقدر يجاريك حتى في المباريات. شفنا المريخ، أنا لأول مرة أشوف لاعبين بيلعبوا في الدوري السوداني بيعمل واحدة من المباريات دي. وما تقول لي الأهلي دخل ضعيف، الأهلي دخل ضامن، الأهلي دخل غيره. الأهلي لو أنت اديته فرصة في الشوط الأول كان سجل عليك، لو اديته 3 فرص كان سجل عليك، لو اديته 5 فرص كان سجل عليك. فبالتالي في 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 فروقات بين التجهيز النفسي في فكرة إنه الفريق ضعيف، نحن إن شاء الله أول فرصة فرصتين حنكسب، وفي فروقات بين انه احنا كده كده باذن الله كسبانين المباراه والموضوع بالنسبه لنا نورمال، وفي فروقات بين برضه انه المريخ دخل المباراه وهو داير يقدم واحده من المجهود من المباريات اللي بيبذل فيها مجهود بدني عالي جدا ويقدم واحده من المباريات المهمه جدا. وده الشيء اللي حصل من جانب المريخ، يعني حتى ولو الاهلي لعب مباراه واحده من افضل مباريات المريخ كان في المباراه دي كان حيجاريه وكان حيقدم معاه ماتش راس لراس، لانه ما في فروقات بين اللاعبين، ما في فروقات. كل تتكلم من حارس المرمى محمد المصطفى، صلاح نمر، تنبش طلع، دخل محله ضياء الدين محجوب، دخل عمار طيفور، ما في واحد بتحس انه في الجيم كان اقل من الثاني او كان في ثغره واضحه الاهلي يحاول يستغلها اكثر من مره في انه في مشاكل خاصه بالمريخ. المريخ بالرغم من انه كان اقرب انه يطلع، المريخ كان يعني حرفيا طلع من البطوله الا انه دخل بثقه انه تحس انه زي عايز يتصدر. الاداء اللي انت بتشوفه في مباراه سيمبا وانا ما كان مفاجئني للتركيز النفسي اللي كان ممتاز جدا، يجي الليله ويحصل في مباراه الاهلي المصري، اعتقد انه ده امتداد لعمل متميز جدا.
امتداد لرغبة لاعبين، امتداد لترتيب في إمكانه يخلي المريخ في القارة السمراء بشكل أفضل في الفترة الجاية. فعشان كده من المباريات زي دي ممكن الناس تنبسط من انك انت فريقك قدم جيم كويس جدا، والمباراه دي ما تحصل حاصل. المباراه دي يا جماعه فريق الاهلي اللي هو بطل افريقيا، بطل النسخه اللي فاتت من البطوله ومن المرشحين الابرز، جاي السودان عشان يكسب عشان يتاهل. فانت ليه قدمت معه الجيم ده؟ فمتصدر مجموعتك سيمبا تنزان لعبت معه جيم بالمستوى العالي جدا، الاهلي المصري بتلعب معه جيم بمستوى عالي جدا. شنو الفروقات اللي بينك وبين الفرق دي اللي هي باعتبارها حاليا متاهلك الاهلي او سيمبا التنزاني؟ شنو كان؟ انا اعتقد انه الحاجات اللي خلت المريخ انه يكون بعيد من التنافس المجموعه دي، اعتقد انه عدم الترتيب الاداري او الضعف الاداري الموجود في المريخ هو كان سبب مباشر في انه الفريق يكون فيه التخبط الكبير على مستوى النتائج ده. فعشان كده اليوم المباراه دي بتدي يعني مش بريق امل، بتدي يعني مساحه لانه الناس تحلم بانها تشوف فريق افضل في التنافس الافريقي في الفتره الجايه، بحكم انك انت بتتكلم عن مدرب ممتاز جدا، واحد في الدوري الانجليزي كان، جهاز فني، اعتقد انه حتى قرايه الخصم كتحليل المباريات، ايمن يماني، المعد البدني، كل الجهاز الفني بيت الطبيب بكله قدم واحده من الفترات الممتازه جدا. 15 يوم درسوا فيها الخصم، جو قدموا معاهم مباراه الناس كلها بتتكلم عنها حاليا. فبالتالي عندك 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 كل شيء مخليك انك تقدم العروض الافضل، والاهم من ده المدرب ذاته قال احنا ما عندنا شغله بالشيء اللي بيحصل اداريا، احنا بنعزل فريقنا تماما، وفعلا قدر عزله. حابب برضه اتكلم عن نقاط بسيطه جدا. انت الليله مثلا الناس هل حتفرح بانها كسبت الاهلي المصري، او عفوا لعبت افضل من الاهلي المصري وكان في امكانك تكسبه بنتيجه تاريخيه؟ انا اعتقد انه الفرحه المفروض ما تكون كبيره، لانك انت يعني مبارياتك اللي انت قدمتها حتى في مصر انت كنت لعبت جيم شوط اول راس لراس مع الاهلي، شوية ترتيب كان في إمكانك تعمل جيم أفضل من ده، أفضل من الشوط الثاني اللي هو حصل في مصر. فبالتالي كفريق ما أعتقد إنه نتيجة زي دي ممكن تفرحك، كان في الإمكان قبيل تفرض نفسك بشكل أفضل تكسب الخمسة زي ما فرق كتير جدا ممكن تكسب الأهلي المصري، أو أي فريق ممكن يكون متهاون أو داخل المباراة بعدم احترام للفريق، أو ترتيبك انت في بيتك وشغلك كان عالي جدا، في امكانك تضرب طوالي على طول كل فرصه بتلقاها مفروض تسجلها جول. فالليله دي افتقدنا الحته دي، والحته دي انا اعتقد انها اللي هو السؤال الجبيل اللي سالته، ليه المريخ ما كسب نتيجه كسب بنتيجه كبيره؟ شويه حاجات خلت المريخ انه ما يكسب نتيجه كبيره. انا من ضمن الحاجات دي، اول حاجه ضربه الجزاء جات في توقيت كان في امكانه الاهلي عادي جدا ممكن الشوط الثاني يبقى لهم سخن جدا، يبقى لهم صعب جدا لو دخلوا بعد يطلع من الشوط الاول 3-0. صعبه مهما كان الاهلي ولا مهما كان فريق غيره ما حيقدر يخش شوط ثاني على انه يكسب الثلاثه. فضيع ركله الجزاء من رمضان عجب، اعتقد انها فيها غرابه كبيره جدا. اعتقد انه كان المفروض يشوت سيفتير لانه الاقرب، لانه حتى التنافس الافريقي مع سعيود وغيره على 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 هداف البطوله، والمباراه الاخيره اللي بتكون مع فيتا كلوب هناك ما تحصل حاصل، فامكانه كان برضه يسجل فيها هدف او اثنين تعزز من موقعه في ترتيب الهدافين. فرمضان عجب ما كان اصلا يشوت الكوره دي. طيب انا حابب اتكلم برضو عن بعض اللاعبين. اول حاجه احنا بنقول الاتحاد السوداني لكره القدم حرمنا من ثلاثه لاعبين مهمين جدا، وهم رمضان عجب، محمد الرشيد، وبخيت خميس. اليوم ديل لو انا عملت صف اول وصف ثاني في المباراه مع انه الفريق كله نجوم بالجهاز الفني بالجمهور الموجود في الاستاد، الا انه بحطهم في الصف الاول من نجوم هذه المباراه. محمد الرشيد واحد من نوعيه اللاعبين اللي بيديك الاطمئنان في خط الوسط، واحد من نوعيه اللاعبين انت كمدرب لو تشوفه في خط الوسط موجود بتحس بالراحة، اللاعب اللي بيقدر يقف على الكورة. بس أنا بعيب عليه دايما التدخلات اللي أحيانا ممكن تكون فيها تهور كبير جدا وبتخسره اللي هو بينال البطاقات الصفراء دايما. طيب ضياء الدين محجوب وتقديمه لواحدة من المباريات المهمة جدا واستخدامه في السنتر باك جم صلاح النمر في المباراة دي، أعتقد إنها واحدة من مش اكتشاف لكن ده نوعية اللاعب الممتاز اللي أنت بتقدر تستخدمه. طرف يمين ضياء الدين استخدمته، لا سنتر باك استخدمته في قلب الدفاع. فده اللاعب النفاس اللي ممكن فعلا تستفيد منه في اي مكان انت بتحتاجه. وضياء الدين بالتاكيد واحده من المباريات الممتازه جدا جدا. صلاح نمر والعوده الممتازه جدا جدا بالنسبه للمريخ، شتان ما بين عوده بكر المدينه وعوده صلاح نمر. صلاح نمر قدم واحده من المباريات الممتازه جدا جدا، كان مصدر ثقه كبير جدا جدا حتى لزمايله في الميدان. بكر المدينه فعلا فعلا اثبت انه هو بعيد تماما عن التنافس في الفتره البسيطه اللي يمكن لعبها في الفريق. اتمنيت خروج السماني صاوي من بدايه الشوط الثاني، الا انه كنت اتمنى البديل يكون بكر المدينة، لكن بعد ما شفت بكر المدينة عرفت ليه المدرب خلى اللاعب سمان الصاوي يقعد شوية في الفريق، مع انه في خيارات ممكن تكون كويسة جدا على مستوى دكة البدلاء في نادي المريخ. طيب
اللاعب اللي يمكن انا شفت بيه كثير في الفتره اللي فاتت وبقدم في عروض ممتازه جدا اللي هو اللاعب عبد الرحمن كورونجو. عبد الرحمن كورونجو الليله قدم مباراه ممتازه جدا ممتازه زيه وزي حال جميع اللاعبين اللي هو بتقول الامتياز بتصفه بيه وبحال الفريق بشكل عام لاعب ممتاز. لكن عبد الرحمن كورونجو كان في امكانه يكون افضل من كده. عبد الرحمن كورونجو كان من اقل اللاعبين حضورا ذهنيا وما عارف هل هو شخصيته كلاعب كده ولا دي مباراه بس وسلام وحتعدي والجاي حيكون افضل. انا اتمنى انها تكون مباراه وتنتهي والقادم حيكون افضل لانه الليله تسبب في ركله جزاء في التوقيت خلت الاهلي المصري يفكر في العوده على طول. وده اللي كان بيفتش له الاهلي انه اي حوار فردي على مستوى ال 18 جوه ال 18 يجي من ضربات جزاء. والحاجه الثانيه المهمه جدا اللي يفكروا فيها لاعبي الاهلي من ربع الشوط الاول الربع الاخير من الشوط الاول فكروا في انه كيف يقدروا يقصوا واحد من لاعبي المريخ عشان المهمه تكون سهله اكثر. فبالتالي عبد الرحمن كورونجو بعدم التركيز برضو بسوء التصرف واحيانا بعيب عليه يعني سوء التصرف في مناطق في الميدان بتكون ممتازه يعني المساحه موجوده اللاعب الخيار التمرير موجود تلقاه بيمر بطريقه غريبه جدا. فانت عشان تكون طرف ممتاز وطرف فعال وتكون عالمي فلازم تركيزك يكون عالي جدا في المباراه دي. والحاجه الوحيده اللي يمكن خلت الاهلي يفكر زي ما قلت لكم في العوده هو عبد الرحمن كورونجو بالخطا اللي عمله في ضربه الجزاء كان موجود جدا مع انه يعني شبه كبير جدا بين ضياع ركله الجزاء بين من رمضان عجب وعبد الرحمن كورونجو الاثنين شبه بعض. واحد كان النتيجه تكون افضل والثاني خلى النتيجه تكون اقرب لانه الاهلي اتعادل اللي هي النتيجه غير جيده بالمره. الفرصه بتاعت رمضان عجب في ضربه الجزاء اعتقد انه فرصه اللاعب توني ايدجوماري كانت فرصه برضه سانحه للتسجيل وفرصه واضحه جدا جدا. يعني توني واحد من اللاعبين اللي انا بستغرب له في طريقه لعبه بستغرب له في اداؤه العالي. واحد انا على المستوى الشخصي واحد من المحترفين اللي بيعجبني شديد حاليا بشوفه في السودان المحترف من وجهه نظرا المحترف الامتع والافضل بس لحد الان ما احسن استخدامه كجناح ولا كمهاجم اللي هو في الرقم 10. فاللاعب ده عنده امكانيات ممتازه وممكن جدا تستفيد منه في الفتره الجايه بشكل ممتاز. فرصته الضاعه دي اعتقد انها اول حاجه فيها تفاهم عالي جدا بينه وبين زيفتيري ممتاز جدا العمل الممتاز الونتو مهما كان موجود بدر بانون ولا واقف حتى سيرجيو راموس الونتو ده بيضرب اي دفاع مهما كان تنظيمه عالي. فبالتالي اللعب الجماعي دايما ما بيخدمه لنا خدم المريخ بشكل كبير في تفاري ممتاز جدا وتفاهم عالي جدا جدا بين لاعبي المريخ. مباراة حقيقة كانت للتاريخ. انا بالنسبة لي ليلة مباراة اليوم كان فيها التحول الكبير جدا جدا في المباراة دي اللي هو سيفتيري. يا جماعة سيفتيري لاعب ذكي جدا. سيفتيري واحد من اللاعبين في اخر 10 سنوات ممكن يكون المهاجم الابرز الاشرس مهاجم اكيد مع عبد الرحمن كويس لانه سيفتيري بيقدم في مواسم ممتازه جدا. سيفتيري حاسم اهدافه حاسمه جدا. سيفتيري مزعج جدا. سيفتيري بدنيا ممتاز جدا. سيفتيري بيعمل في عمل ممتاز لدرجه بعيده. سيفتيري ذكي. سيفتيري بسوق لنفسه بشكل ممتاز. سيفتيري في مرحله مختلفه تماما. سيفتيري ان احسن استخدامه في الفتره الجايه حنكسب مهاجم عالمي للسودان في الفتره القادمه. طيب انا برضو حابب اتكلم يعني لو اتكلمنا عن انه في هل في المباراه دي في سلبيات. انا بقول انه في سلبيات. المباراه دي بالنسبه لي بشكل عام هي مرضيه جدا لكل جمهور المريخ مرضيه لكل متابع لكره القدم السودانيه مرضي لكل واحد حابب انه فريقه السوداني يكسب الفريق المصري او يلعب عليه بشكل ممتاز. ردت لكل واحد متطاول انه انديتنا السودانيه بخير دائما اذا كان نحن مترتبين اداريا وفنيا بشكل ممتاز لعبتنا وثقوا في نفسهم على ارضنا ما بنجيب النتائج اللي ممكن تكون سيئه جدا. فدي الحاجة اللي احنا حابين دايما هي تكون هي مصدرنا او بنصدرها للناس دايما بشكل ممتاز. فاعتقد انه ما في سلبيات في المباراة دي. السلبيات ليه النتيجة ما بقت تاريخية. كان ممكن تزل الاهلي بطريقة او افضل من دي بكثير وبطريقة تكون هم ما ينسوها هاي زي ما شفناها في 2007 من الهلال. اليوم اعتقد انه كل الشعب السوداني مبسوط مرضي جدا مع انه صح انت اكدت رسميا انت خرجت من البطولة الافريقية كان في الامكان النتيجة تكون 4-5 ويكون لسه الحظ والفرصة معاك. لكن دي كرة القدم واحيانا التركيز الممكن انت بتفقده في فترات بسيطة جدا من المباراة في امكانه يكلفك خروج من البطولة وتعادل كان في امكانه يكون الفوز بالنسبة ليك كنقطة ايجابية ليك في الفترة القادمة على فريق كبير جدا زي الاهلي المصري اللي هو اندية زي الاهلي المصري مهما كان سوء او اداء النازل في المباريات الا انه لما نلقى الفرصة المناسبة للتسجيل بالتأكيد بيسجل وما بيتراجع للوراء. مباراة انا في النهاية بقول مبروك الاداء الممتاز جدا بالنسبة للمريخ
مبروك الشخصية، مبروك الشكل الممتاز جدا، مبروك المدرب الجديد، الجهاز الفني، الزميل أيمن يماني، كل الطاقم المعاون بالنسبة ليون. برضو كمان برضو بقول للإخوة في شمال الوادي المصريين مبروك تأهل الأهلي المصري للدور القادم، وبالتأكيد مباراة كانت صعبة جدا لأنها ممتعة جدا جدا، وده حال دربيات وادي النيل بين الأندية السودانية والأندية المصرية. رؤيتي لحلقة هذا اليوم، شكرا لكم كثيرا لحسن المتابعة، وإن شاء الله دائما تأمين ولامين. شكرا.